بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، السادة الوزراء، السادة المحافظين، السادة رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، والسادة النواب ومساعد الوزراء، أبنائي وبناتي طلاب الجامعات المشاركة، السيدات والسادة الحضور الكريم، في البداية أعبر عن الحقيقة فرحتي وترحيبي بحضراتكم في خطاب مسابقة رالي السيارات الكهربائية في نسختها الخامسة اللي بتقام هذا العام بمدينة العالمين الجديدة تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي. مسابقة، خلينا نتكلم عن مسابقة رالي السيارات هي الكهربائية، هي المسابقة الأولى من نوعها ويمكن حجمها الأولى في الشرق الأوسط لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية. أول مرة كان ينظم هذا الرالي دولة الرئيس كان في 2 أكتوبر 2018 في العاصمة الإدارية الجديدة. ليه 2018؟ هي يمكن مرتبطة بفوز فريق جامعة عين شمس في هذا العام بأفضل جامعة على مستوى العالم، كان المركز الأول على 82 جامعة مشاركة من جميع أنحاء العالم. وحقيقة حجم الفرق اللي كانت مشاركة 82 دولة زي ما بأذكر، وفعلا إن ولادنا اللي توقعوا المركز الأول كنا احنا بداية لأننا نفكر لما يبقاش في عندنا رالي بنفس اللي بيحصل في الستودنت فورميلا على مستوى العالم. فابتدينا الحقيقة يومها في العاصمة الإدارية الجديدة، وكان العدد المشارك يمكن 24 فريق من 24 جامعة، وكان في 250 طالب مشاركين في هذه الفرق. النهاردة النسخة الخامسة في عندنا 43 فريق من الطلاب من 28 جامعة، وأكثر من 700 طالب بيشارك في هذا الحدث. خلينا نتكلم على، يمكن يتبادر إلى الذهن أن الموضوع هو عبارة عن مسابقة وتفوز ويفوز في هذه المسابقة العربية الأسرع، إنما الحقيقة الموضوع أكبر بكتير من أنها تبقى مسابقة بتقيس سرعة السيارة. خلينا أقول أن الطلبة بتتعلم في تصنيع السيارة دي العديد من، نقدر نقول، الدروس في برامجنا التعليمية. أول حاجة الإبداع والابتكار في المنظومة والبرامج التعليمية، وإزاي المشروعات التطبيقية بيحول الابتكار والإبداع إلى منتج يقدر بنفهم الصناعة الوطنية وتطوير الصناعة الوطنية. الحاجة الثانية الدراسات البينية، تخصصات مختلفة بين تخصصات مختلفة بتشترك في تصنيع هذه السيارة. اللي بيحصل ان الطالب بيتعلم ازاي يصمم، ازاي يحول هذا المنتج الى منتج يستطيع انه ينافس بيه فعلا ويطور الصناعة الوطنية. علشان كده فريق العمل في هذه المنظومة بيجمع العديد من التخصصات، اقتصاديات التصنيع، التصميم، حتى بنتكلم كمان القانونيين علشان يقدر ازاي يكون مشروع لريادة الأعمال. المسابقة الحقيقة وإن مدى بتقيس مدى نجاح السيارات المصنعة بأيدي الطلاب، وبيبقى النهاردة بعد ما بيبتدوا الوركشوبس وبيكملوا في عملية التصنيع في لجان بتقيس مدى نجاح الطلاب في التصنيع بناء على الأفكار اللي حطوها. النهاردة بنقيس سرعة العربية من خلال 22 كيلو كل عربية من العربيات اللي قصادنا الحقيقة بتقطعها. احنا السنة دي النسخة الخامسة زي ما ذكرت، السنة الجاية ان شاء الله هيبقى في طفرة في هذه المسابقات من خلال مشاركة الجامعات العالمية. والحقيقة هيبقى هدفنا اننا ازاي نطلع بمنتج جديد يفيد الصناعة الوطنية. احنا السنة دي
في عندنا أكتر من 70% من المنتج اللي موجود في عربيات الطلبة تصنيع محلي. السنة الجاية إن شاء الله هيبقى المسابقة فيها برمجة للسيارات ذاتية القيادة، هنشوف العربيات اللي هتبقى كهربية زائد عربيات شغالة بالطاقة الشمسية. فده كله الحقيقة نقدر نقول إن إحنا بقينا قادرين على إن يبقى فيه مسابقة رالي بالمستوى الدولي. في الختام أنا عايز أشكر جميع الفرق المشاركة على جهودهم المبذولة وعلى روح التنافس الشريف اللي سادت طول فترة الرالي، وأتمنى ليهم التوفيق. وطبعا أتوجه بالشكر للشركة المنظمة وأكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.